السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في قناتي. رجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. ملخص ماتش الأهلي وسيراميكا، نزول لاعبي الفريقين أرضية الملعب وبداية شوط المباراة الأول وسط أجواء احتفالية ونارية كبيرة، خصوصا بعد فوز الزمالك أمام المحلة. سجل ياسر إبراهيم أول أهداف الأهلي اليوم في الدقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول، وسيطرة تم للقلعة الحمراء. انتصاف شوط اللقاء الأول، وتظل النتيجة هي التقدم للأهلي بهدف وحيد، لكن لم يتم الرد أو تسجيل ثاني للأهلي، مما يعطي سيراميكا فرصة للتعادل. الدفاع الأهلاوي بدأ يضعف، ونستكمل الآن نتيجة الأهلي ماتش الصدارة ونتعرف هل سيتمكن الفريق من الاستمرار بالفوز أم لا. رامي ربيعي يسجل ثاني أهداف ماتش الأهلي في الدقيقة 24 من اللقاء. محمد شريف يسجل هدف التقدم الثاني مع بداية شوط المباراة الثاني، وذلك من ركلة الجزاء. طارق سامي يسجل ثالث أهداف الأهلي اليوم في الدقيقة 72 من شوط المباراة الثاني، وأحداث قوية خلال شوط اللقاء الأخير. مجدي أفشة يسجل رابع أهداف الأهلي وسيراميكا اليوم، وذلك في الدقيقة 79 من شوط المباراة الثاني. نهاية المباراة تصبح النتيجة 4 دون رد، ويعود المارد إلى صدارة ترتيب الدوري المصري من جديد.